نطيحوا مع الجزائر، بغينا نطيحوا معاهم ونقريهم كوره عاوتاني شي نشري 4-0 باش يسكتوا اخويا. كنتمناو ان شاء الله المغرب يتلاقى مع الجزائر، بغينا الجزائر. السلام الله عليكم. إذن انتهت قبل قليل مقابلة الديربي المغاربي ربع النهائي بين المغرب والجزائر بانتصار المنتخب الجزائري بضربات الجزاء الترجيحية. نقول لك شي حاجة، المنتخب ديال الجزائر وكنتوما ما كتحقوش الفوز هذايا على المغرب على اسود الاطلس، ما كتحقوش الفوز هذا بحيث هذاك اللاعب ديال الدلايل ديك القعديفه اللي عطاها القعديفه هذيك ما تكون لا في عود ديال منشيطه، وانا غادي نبعث رساله ديال الفيفا كتقول لهم غتحقوا في ذاك اللاعب البلايلي ذاك، غتقول لك شي مهبول ذاك اللاعب، ذاك اللاعب مهبول. المنتخب الجزائري في لقاء اليوم كان هو الفريق الافضل وكان هو الفريق الاكثر شجاعه، وحنا كمنتخب مغربي لعبنا بجبن وكنا ردة فعل وليس الفعل. لا حارس، لا راس حربة، لا دفاع، لا والو، ما كاينش، ما عندناش اخوتي، الكل واقعين، المغرب ما دار والو، المغرب خويا شنو دار في المباراة؟ ما دار حتى شي حاجة، لا تصعود لا والو، لا دفاع، ديما حنا لا حلمو، حلم. المغاربة كنحسوا بواحد الإحباط كبير، كنا معلقين آمال كبيرة على هذا المنتخب باش يمشي بعيد. المرات كنعتذر الا هضرت مع الصف، ولكن اليوم خلي انا ما غنحلل ما حتى شي حاجه، ولكن غنخرج المشاعر ديالي كمغربي. لا خطه، لا تكتيك، ولا شيء. الابجديات ديال كره القدم ما كانوش، الاقصاء بطعم المراره، والمنتخب الجزائري كان هو المنتخب الافضل، وحتى الاهداف اللي سجلناها احنا ما كانتش اهداف من اللعب مفتوح، من كرات ثابته، من كرات ثابته فقط. وهذا الامر ان دل على شيء يدل على ان المنتخب المغربي ما صنع ولا شيء. وما نجحش فيه عموته، كان اوت اليوم، وبعض الاختيارات حتى هما ما كانوش في المحل ديالهم، بعض اللاعبين اللي كانوا غائبين وتم الاصرار على انهم يكملوا المقابله، وتغييرات ما كانتش في المحل ديالها، والله العظيم لا حرام بالله، راه حنا مرضنا والله، عصبنا هادشي كنتعصبوا والله العظيم وحق الله. ما عجبنيش اللي كان الاداء اللي كان ضعيف، كان بعيد على المنتخب. اش غادي نقول لك صراحه، منتخب هزيل دون مستوى، الاداء ضعيف بزاف، ما كناش كنتوقعوا زعما كاين المنتخب هو اللي غنشوفوه اليوم، وزعما كاين هادشي ماشي تفاجئنا به، هذا الواقع هو هذا. تساؤلات اخويا كل كانت كتهضر على اللي كيهضروا في اليوتيوب، اما بالاداء اليوم جينا نشوفوا الاداء، لقينا اداء هزيل وضعيف ودون مستوى، حيت الجروب اللي طاحوا فيه النوب الاولى جروب زعما كاين منتخبات كنعرفوهم، منتخبات عاديين ماشي شي منتخبات اللي نقولوا في المستوى بحال اليوم المنتخب الجزائري. اخوة اشقاء ديالنا هنيئا لهم، لعبوا كره، لعبوا نفس المنتخب ديالنا، كنا كنتمنوا يعطيو بحال المباراه الاولين، ما عطاناش اليوم، كان كلشي ناقص وكلشي داروا المدرب عموته، شو جمهور خصهم يديروا في محلهم ما دارهمش، كيتحمل المسؤوليه هو انس الزنيتي، اخطاء ديال انس الزنيتي وديال المدرب عموته. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نحيي فريق الجزائر اللي لعب نفس، حنا المغاربه ما لعبناش نفس، الماتشات الاولين عطينا اللي في قلبنا، هذا الماتش اللي خصنا اوفيسيال نعطيو اللي في قلبنا ما عطيناش. الكره ما لعبوهاش، لا كانوا لعبوا الكره كانوا غير غلبوا، ما لعبوا والو في الاخر خلاوها في السماء عاود، ايوا ما خشاوش بينالتي ديالهم، صافي الحظ ما كاينش، الحظ صافي، الكره لعبت علينا، حنا خوت، حنا خاوه، حنا خاوه، حنا الجزائر، المغرب خاوه، امه سيدنا محمد.